وعلى الرق والمظهر والاستاذ سمسم غريب سمسم وعلى الدف الاستاذ سيف النصر وعلى الحق الاستاذ رضا السباعي وعلى المظهر الاستاذ سيد ابو صار الشهير بسيد حلاوة. اسمع القرب الاستاذ محمد صلى الله عليه حضرة النبي. الأستاذ السيد الشناوي على ايه ناوي يا شناوي واحلى تقسيمه من الشناوي اللي مش ناوي اسمع الشناوي وصلى على حضرة النبي. Thank you.
Thank you.
الله انت عملت في الناس ليه يا اخويا؟ احنا شوشاي بنعاين الناس لحالها، بنعاين كل عياك يا حلو. ابو يوسف الخال مصطفى عرفه بدني عسكري يا الليلة وراها. بنحيي كل الناس الموجودين معانا، بنحيي كوم عياد بالاجماع، بنحيي شنشور، بنحيي شوشان، ام سمير، ابو احمد، بنحيي عزبة الفرعونية، بنحيي عم محروس، بنحيي الحاج عبد الناصر، بنحيي الاستاذ محمد ابو يارا، نقول له كل سنه وانت طيب وعودا يا رب، بنحيي كل الصحبه الحلوه. والليله وراها وبعد صباح الخير. ايوه يا سيد بنحيي مأذون كوم عياد، بنحيي رجال الامن، ولولا الامن ما كان الامان. حي اولاد البلد والحلويات. اللي انت عايز مدد من غير عدد قولي، هل ينفع الكبر لو ما قد متولي؟ واللي بيمشي عدل راح يبني ويعلم، واللي يمل في الطريق ياخد له يومين ويولي. والدنيا ما طبيعية ماشية بعكس الريح، زي المراجيح توطي الناس وتعدي.
حزين والشكب من ورا فمك حليم رد عيدك يا حضرة النبي وإهتم ترام أمك وحق من أرسلك يا حضرة النبي من تقربوك لبطنك صلى عليه أنا قلبي حبك يا حضرة النبي وستك حاملة فمك سيدنا رضوان بيقول لحضرة النبي يا محمد قم بينا على الجنة أفرجك على القصور يا محمد والله ما مسها بنا ياللي تبقى بخمك والله ملك طريق ابدا الى الجنة اعطف على ابوك وامك لله كما ربوك صغر جن هو انت مجنون يا ولد ولا العقل زاد جن ناح الحمام واليمام والبندار جه بكم عياد الليلادي وغنى الليلة ليلة الحبيب النبي يا رب كل سنة تعتهن بشراك يا آمنة لما حملتي في حملتي في رجاء وربيع وضعتي في بقول التيات الهنا بركم سعدت عليه بيرضع من السدي نبينا محمد ملقاش لبن فيه سمع النداء من العلا قال يا حبيب مسئيل وعن عمك نفذ اوامره ولا تخالفش اوامر عمك يا واخد العهد عن شيخك وعن عمك نفذ اوامر ولا تخالفش اوامر عم الالك اقعد مع الاخيار ده يهمك والالك ابعد عن الاشرار ده بيلمك yeah.
كسر وخالص لو النبي حكى حضرة النبي ومغرمين خالص اللي بيحب سيدنا النبي محمد يحب النبي خالص بيصوم رمضان ولا يفطر شي يوم خالص ويبعتوله الجواب والرب فيه خالص ويصرفوله الدواء من غير تمن خالص والدخل في القبر يلقى القبر نور على نور ويجي يوم الحساب يقولوا له الحساب بالمرة بقى خالص صلي معايا على طول صلي معايا على طول انا بنبح في الرسول صلي معايا على طول انا بنبح في الرسول الليلة فيها نور في جسد الرسول الليلة فيها نور في جسد الرسول صلي معايا على طول الليلة فيها نور في جسد الرسول لما دعوني كمان قوم ابو عيان ابد يا سيد عيان الليل بتنور على نور ابد يا سيد عيان الليل بتنور على نور صلي معايا صلي على الهادي صلي سلم على دايما ده مدحو بيسلي وامي نبينا بتقول حملت بخير رسول وامي نبينا بتقول حملت بخير رسول ابو المظلم عالي بدر الدنيا ابو المظلم عالي بدر الدنيا لما دعوني يا رجال ومعايا كمان قالوا لي تعالى تعالى يا منبري تعالى قالوا لي تعالى تعالى يا منبري تعالى يمدح في الغالي ابو المقام عالي يمدح في الغالي ابو المقام عالي بدر الدنيا بدر الدنيا يا داخل الروضة عند نظام رضا يا داخل الروضة عند نظام رضا ازكي والنوارة فيها رسول الله نشرب من زمزم ميه نطلع جبل عرفه
نشرب من زمزم ميه نطلع جبل عرفة نركب ابليس رزمان ونقول الله الله لا اله الا الله ونقول الله الله لا اله الا الله وانا لحنا في مادة الميصال الصعبة وانا لحنا في مادة الميصال الصعبة كل البلا السعوة امدح في الغالي ابو المقام عالي بدر الدنيا لي ابو المقام عالي بدر الدنيا لي لما دعاني ونداني سيدي ابو عيان لما دعاني ونداني سيدي ابو عيان قال لي تعالى تعالى اوعى يا ولد تعالى قال لي تعالى تعالى اوعى يا ولد تعالى لما دعاني ونداني سيدي ابو عيان لما دعاني ونداني سيدي ابو عيان انا جيت الليلة كمان امدح في المختار يا داخل الروضة عمداني ضابطة يا داخل الروضة عمداني ضابطة زاجية والنوارة فينا رسول الله لما تروحوا الزور هناك تشوف النور لما تروحوا الزور هناك تشوف النور صلوا على الرسول صلوا على الرسول الليلة فيها أرواح في مديح المختار الليلة فيها أنوار في مديح المختار الله 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 يا رسول الله الله يخليك اللي مساك عنا بالشواج له يا ليل المبالغ ولو مكة يعمل ايه متلومش اجل الحال على اللي هما فيه يا سيد ابراهيم يا ليل المبالي في الحال على زرزر لو شفت حلهم على حلهم هتنظرهم يا ما ناس قدام سيدنا الحسين ولكن ما خدوش دورهم وناس في الساحات ولسه ما جاش دورهم عوض طلعي انت ما اشتغلت قبل الخمس ده زي ما انت كده
شنشور اوله بس الصفا عليه محمد ابو عياد وعنده كوم عياد وعم عليه بالليل براحتك وراحتك البنت متحضره وانا فلاح وجاي من الريف وبمد ايدي عليه قالت لي ده انا عايزه عرس حريم حبيب غرب لغربان قالت يا بنت اذا كنت بتحبني اتعلمي الملاغيه اذا كنت بتحبني قدم لنا اوراق رسميه شرط الاساسي تكون مختومه من ماما 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 شرط الاساسي تكون مختومة ومرضية وعليك ختم القمرة من ماما ام الحنان انا عين يا كم عيد ولا حد وصف الدوالي يا مرض يا رب غرب يا غربان حتى الطبيب اللي داوي جي يداويني زود الالام زود الالام فيا ناس في الارض متهومة ولكن عند الكريم لكن عند الكريم ابرية وناس عاملين مشايخ ولابسين العمم وهم في الاساس حرامية تحية لوصال قصر سلطان بني سويف يا ده بني سويف قصر سلطان بني سويف يا ده بني سويف على راسنا الناس بيقولوا علينا خبرتين وبيقولوا علينا الشوارع لسان طبعا سمين الله يخرب بيتك اللي مساه في شوال وخرج قبل الزيت عشان القران بيبدا الساعه 3 ونص الناس بيقولوا علينا خمر جية الشوارع وبيقولوا علينا نصابين استاذ محمود ضعيف غالي عليا وكل الكلام ده فينا صح بس كل حاجه لها درويش ناصح ولا ولي خانق والله
انا اي حد من منهم انا اي حد انا من قرن من قلبي من جوه انا اللي حبيبي من رسول الله انا اللي حبيبنا احنا صحيحنا هيك انا الحامد هيك انا صحيحنا ابو جمال شربنا الكاس من عز العبد شوارعي عرفنا الشرع واصول الدين نصبنا نصرنا الخيام وفكم عاد بلدي اعطيني يا حلوة من على الخط ويانا قالت انا ماما الكريمة بكلمك من على خط مولانا قلت لا لك للنبي يا ماما خلي الخط ويانا بيتي يا مدلع لما احنا قلنا مش هنطلع مرة دلع بيعجلني يا مفوت انا عزوتي ومراتي كمان مراتي كمان وابني قالت لي باب القبول انفتح الليلة دي اقدم طلب اقدم طلب يا ابني احنا وضعنا الاساس فيكم عياد وانت عليك وانت عليك تبني انا نمت ليلة ياكم عياد لقيت البنت جاية لقيت البنت جاية دي عاتبني قالت لي تحب وتنام يا 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 انا مالي ومال عمي ليجي ياخد سباحتي مني انا مالي ومال عمي ليجي ياخد سباحتي مني لاجع على نفسي واروح له النار واقول له ايه كنجرة مني اه
جيت مكان عشان عاوزين صيد البصيل. وحياة سيدنا النبي العفيني يقعدوا. وحياة حضرة النبي العفيني يقعدوا. سيدي ابراهيم ادي سوق لقمة عالي ونور وضاح كرماته زجرة جلية كما المصباح. جاتله الصبية بتبكي ودمع الجافة وقالت يا سيدي ابراهيم ولدي كلو التمساح. والله اللي بحب السيدة ابراهيم يروح في داني. الشيخ وقف في غضب والسر منه فاح وشاور على الطفل جاب وراكب التم جاب وراكب التمساح وقال يا صبية ولدك في امان الله قسما وبالله ما في جسمه السليم السليم. يا راح انا قلت دراويشه في السودان وسلطونه الله كما تعودنا دراويشه في السودان الله. من السمح ملك الفن ملك الانشاد الدين ملك الساحات وملك الموالي بعد الشيخ علاء علاء الطلاق ما يبقى لنا مذاق خالص. ينفر رحم يا روح يا شيخ علاء يا عقل يا شيخ علاء احنا عايزين نروق عليا اليمين لما تيجي هنا لما نروق فلازم تروق حن علينا بالكلام شويه وصوتك الحلو وهو عمده واحد بس اللي في البلد للمسلمين والنصارى الشيخ علاء البنداري. روق يا ام الشيخ علاء دراويش في السودان الله وفي مصر وفي لبنان الله وكم عيال كمان الله عندي سيد عيال الله مدد يا سيد عيال الله ورضا معانا كمان الله مدد يا سيد عيال الله دراويش في السودان الله وفي مصر وفي لبنان الله وكل بلاد الله دخلت تراويش علي الله يبكي وتبوس في ايديه الله ويقام يا صبية الله قوليلي جرالك ايه الله قالت له ولدي راح الله يلعب ياكل تفاح خطفوه من التمساح وانا واقفة على عتبة الله البحر خاف يجيني انزح يجي نص كيلو الله البحر خاف لا يجيني انزح يجي نص كيلو من قدام العتبة الله وشوية زجر تمساح والواد راكب مركب لسه بياكل تفاح وسلمك امام الله وانا شفنا اسمه السيد جاب الاسر متقيد وانا شيخنا اسمه السيد جاب الاسر متقيد البدوي كريم وجاي نظراله يابا يرفعي ينبوي سم الافعي انظر بعينك راعي كله لوضع الله انظر بعينك راعي كله لوضع الله تعالوش على الزفر لسه سمعك يا سيدي انا دراويشه في السودان وفي مصر وبلي بلاد وكم عيا كمان وكل بلاد الله
دخلي درويش عليه يبكي ويبوس في ايديه دخلي درويش عليه يبكي ويبوس في ايديه وقال يا صبية قوليلي جرالك ايه وقال يا صبية قوليلي جرالك ايه قالت له ولا نرى يلعب يا كل ما خطفوا مني ترسان وانا واقفة على عتبة البحر خاف لا يجيلي انزح يجي نص كيلو البحر خاف لا يجيلي انزح يجي نص كيلو من قدام العتبة وشوية ضجر تمسح والولد راكب مرتاح لسه بياكل تفاح وسالف في امام الله يا جي مرجونا يا مستمعين ونصلي على الزين مرجونا يا مستمعين ونصلي على الزين ابو المقام عالي كبير الدنيا ابو المقام عالي بدر الدنيا اسمع بقى البطل بس بتحضر وروح على ايه على بعض اتجوز عيلة بقى صغيرة عندها دوبك 28 سنة كل ما تتكلمه تقول له ها ها لحد ما خلصت اللي وراه واللي قدامه يا دوبك 9 شهور جابت له الولد سمى الولد ايه سمى الولد وحيد فضل الولد يكبر سنة ورا سنة الولد اللي كان نفسه فيه اسمع بقى قبور وحيد على الدلع ما في حد بيحاسبه لا في العلوم نافع ولا حتى الحساب حاسب قبور وحيد على الدلع ما في حد بيحاسبه لا في العلوم نافع ولا حتى الحساب حسب يا مربي ولدك ضروري من الصغر حسب لا يجي يوم تلاقي الاساس في قلبه الصبر طبعا اخر جميل وما فيش حلاوة من غير مرة زين الدلع بقى شوية انا سايبكم على روحكم الصوت شوية ليه انا بقى الصبر طبعا اخر جميل وما فيش حلاوة من غير ومهما طال بينا الليل لابد يطلع بعض نهار يسمع الفرقة الكبرى وصل على النبي الصبر طبعا اخر جميل وما فيش حلاوة من غيره ومهما طال بينا الليل لابد يطلع بعضه نضى خلي الطفل واحد وصغير على الدلع عويد ياهو قوموا لما تنادي عليه روح يا وحيد وتعالى يا وحيد
يا سيدنا النبي كل سمعنا تأسفها مع عم سمسم. الله يخليك لك اللي مساء زعل الله الصدر طبعا اخر جميل وما فيش حلاوه من غير نار ومهما طال بينا الليل لابد يطلع بعض نضال ربه على الدلع المايل قوه الوحيد على كده مايل ربه على الدلع المايل قوه الوحيد على كده مايل اسمع بقى اللي جاء قالت له الواد اللي كان نفسك فيها اهو مش انت كان نفسك ولا وربنا ادالك الولد على طول شوف انا مية مية ازاي بدأ يرب الولد ان عايز جنيه يديله 10 ان عايز 10 يديله 20 ان عايز 100 يديله ايه ما هو اقول لك هو اللي حلتي لحد ما الولد بقى ايه يخش المدرسه ما هوش نافع قالت له عنه ما نافع مش انت عندك مصنع ده اللي بياخد الكليه بيجي يشتغل عندنا في المصنع عامل هو بقى يشتغل رئيس المصنع مسك المصنع مسك اداره مصنع ابو ينفع له كل الناس كرمه بدا الولد يختلس من المصنع فلس المصنع باع المصنع بالمره وما عادش حلته حاجه الله فين ايام البنات افتكر زوجته الاولانيه بقى ما تعرفش فرض امك الا لما تشوف ايه مرات ابوه الواد عمل له ايه الواد بياعه اللي وراه واللي قدامه واخد على قطر الفلوس الولد يروح يشتغل في قوم عياد ما حدش راضي يشغله يروح يشتغل في شنشور ما فيش فايده حب يسرق هو بيسرق اتمسك مين اللي اتدفع عنه بقى اخته المحاميه اسمع انا بمدح نفيزين وبوحد الواحد واحد مغيمن ورزق العباد على الواحد انا بخرج من البيت ورمي الحبل على الواحد بيت الكرم محترم يا كوم عياد لو ما بنضور لو ما بنضر واحد وبيت البخيل فدان وليس عشي نفر وليس عشي نفر واحد كنا خمسة وعشرة وعشرين يقوم عياد وبناكل في طبق في طبق واحد شوف لما غرينا الزمان ما للحمل على الحمل على واحد المية بتسقي الشجر لكن السمك مش واحد والبحر والنهر مية واحدة لكن الطعم مش واحد حتى الناس خلقتك يا ربي لكن الشبه
لكن الشباب مش واح والاخوة بيبقوا اشقى لكن الطبع مش واحد ودي حكمتك في الكون يا الله اذكر لك يا مؤمن وحيد الواحد انا فيت على القبر وسأسدو عن اللي فيه ازاي حالكم نايمين ما بتردوش عليا ليه القبر قال لي علاء يا بندر انت عايز اللي نايم يرد يقول لك ايه انا قلت للقبر يا قبر مش فاهم انت بتقصد ايه ام قلم لك فالتراب يا ولد وبعينك انظر وبعينك انظر فيه هتلاقي التراب ده كان بشر كانوا يقولوله يا سعد كانوا يقولوله يا سعد البيت وكان له عمارة عالية يكون عياد وكان الخدم حواليه لا شعره بيض ما سألش نفسه ولو مرة شعره بيض ليه بجروا الحنقة البسيطة مسك عصايا في ايدي راح له الفقير وقال له اديني لله استعصم يرد عليه احنا كلنا فلاحين يا واد يا محمد شجرة وخوخت المية هتعمل المياه تعمل ايه عمركش شفت اللي راح عياله حطوله في كفنه ولو ربع البنت مكة حالة وعيونها غمازة والكحل في الرمش رسمه بهنداسة البنت متكحلة وعيونها غمازة والكحل في الرمش رسمه بهنداسة جيت اسأل عليها في الجامعة استاذة بقول لا بحبك يا ماما قالت لي من امتى ولماذا انت عندك عقل ولا العقل ولا العقل في اجازة قلت لا ده انا فلاح وعازب وبدور على جوازة قالت لي ما تبقى فلاح يا ودي علاء يا بندر وبتدور على استاذة يا ماما يا اللي ذكرك الساعة اتنين بيأنسني ولما اجي انام الاقي بابا بيحرسني ولما اكون خايف الاقي ذكرك يونسني اصل البنت قالت لبعد الاقي البندر فيكم عيا كان بيبصبص لي مدد يا رب اسكت بقى احنا اخر ليه يا اخي ايوه مش وقت ضرب الاغربار يا رب مساك الله
حتى يروح. طب ما احنا قدامنا ربع ساعه للقران الفات. يلا يا جماعه عايزين الذكر يا زكر. الذكر يا داخل الذكر يشيل الفكر من بالك عشان القران بيقوى ثلاثه وثلث كمان. سيد عياد يلي مقامك حلو ومنور وبابا البدر.